القول الفصل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله بجميع المحامد كلها، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نلتقي معكم في هذا الشهر المبارك الذي جعله الله عز وجل حيثية لنزول القرآن الكريم وظرفا زمانيا لنزول آخر كتب السماء إلى أهل الأرض. فقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإذا ما رجعنا واستقرينا نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة النبوية الشريفة، نجد أن شهر رمضان مدرسة الأخلاق، وأبرز هذه الأخلاق التقوى، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمقصود من صيامنا لشهر رمضان أن نحصل على مقام التقوى، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الآيات إلى أن هذا الصيام له أثر عملي في حياة المسلم، وبين لنا وجها من وجوهه، وهو أن هذا الصيام يجعل الإنسان المسلم يتحكم في شهوتيه البطن والفرج. فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام كعلاج نتحكم به ومن خلاله في شهواتنا، لكي يبقى الإنسان محافظا على إنسانيته، فلا يكون كالحيوان أينما حل وأينما ارتحل يقضي حاجته وشهوته من غير نظام. لذلك أيها الإخوة الأكارم، هذا الخلق وهذا المقام، مقام التقوى، من أبرز مقاصد الصيام ومن أبرز الأخلاق التي نحصلها من مدرسة رمضان المبارك، هو خلق الكرم. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. يبين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ذكر هذا الحال أن الجود يجب أن يكون خلق المؤمن طول العام، ولكنه يتأكد ويتحقق في شهر رمضان، لأننا نقابل جودا بجود، نقابل جود الجود الإلهي الرباني المطلق الذي لا يمكن أن نؤدي حقه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بجود نسبي ضعيف منا نحن بني الإنسان. لذلك كلما زاد الإيمان في قلب المؤمن وزاد انشراحه للإسلام، زاد جوده وعطفه على المعوزين والفقراء والمساكين. وهذا ما نراه في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التكافل والتراحم والتعاضد والترابط الذي نراه في هذا الشهر المبارك. وإن من أبرز الأخلاق أيها الإخوة الأكارم التي نخرج منها من مدرسة شهر الصيام شهر رمضان هو الصبر، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: كل عمل امرئ آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فقال العلماء: كل الأعمال خاضعة للميزان الذي وضعه الله عز وجل في القرآن الكريم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إلا الصيام نسبه الله تبارك وتعالى له، وجعل
ثوابه وأجره عنده ولم يبينه ولم يخضعه لهذا الميزان. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الصيام ضرب من أضرب الصبر، والله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر على ثلاثة مراتب: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على آلام الأقدار. والذي ينظر إلى عبادة الصيام يجد أنها حوت كل هذه المراتب، فهو صبر على الطاعة لأنه طاعة لله عز وجل، وصبر على المعصية لأن فيه انتهاء وابتعادا عما أمرنا الله عز وجل من أن ننتهك فيه حرمة شهر رمضان من اتباع شهوتي البطن والفرج، وفيه آلام على الأقدار لما فيه من ألم الجوع والعطش. فالصبر مدرسة أو خلق يستنبط من مدرسة الصيام ومدرسة شهر رمضان. هذا ما أردنا إراده في هذه الدقائق المعدودة، لعل أن يكون به النفع. فشهر رمضان مدرسة للأخلاق، مدرسة للتقوى، مدرسة للكرم والصبر. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.